ده بالمناسبه برضو عايزين نعرف حضراتكم ان كالعاده كان الكابتن محمود الخطيب حريص على تهنئه اللاعبين بمناسبه الفوز ببطوله السوبر الافريقي هذه المره اللي جه الحقيقه بعد ايام قليله من حصول الفريق على بطولتي الدوري والكاس، وطبعا عبر عن تقديره للجهد الكبير لمنظومه الفريق هذا الموسم واصرار كل اللعيبه على استعاده الانتصارات وتحقيق المزيد من البطولات على المستويين الحقيقه المحلي والقاري، واشاد بالعروض المتميزه اللي بيقدمها اللاعبين واللعب بروح الفانيلا الحمراء، وبالتالي اسعاد جماهير النادي الاهلي اللي الحقيقه برضو كان ليها دور كبير جدا كما هي عادتها في انتصارات الفرق الرياضيه المختلفه في النادي الاهلي، الجماهير الوفيه اللي الحقيقه لم تخذل يوما الفرق اللي هي بتشجعها في الرياضات المختلفه طالما ان لاعبتها لابسين تيشيرت النادي الاهلي وكانوا دايما حاضرين بمنتهى القوه وفي كل المواقف. اكد كمان الكابتن الخطيب على ثقته الكبيره في كافه عناصر كره اليد، ووجه ليهم التحيه وطالبهم بمضاعفه الجهد واستمرار التركيز والحفاظ على مسيره الانتصارات على كافه المستويات. بس انا هقول لك على حاجه من وجهه نظري، يعني او انا هتبنى الراي ده دايما اللي بيتكلم في قصه ان احنا يعني لما بيبقى عندك اداره يعني ثابته ويبقى عندك نظام وبيبقى عندك لا يعني سيستم في نوع من الاحترافيه، اعتقد هي دي بتكون النتيجه. ما المشاكل برضو لما بتكون في مجالس الاداره او بيبقى في مشاكل عامه في الادارات ده بيؤثر على كل الناس اللي بتشتغل وكل الاجواء بتبقى مش افضل شيء. لكن انت بتتكلم عن منظومه رياضيه مريحه، منظومه رياضيه كيان انت بيحاول ان هو حتى لو في مشاكل بيبعد تماما الناس اللعيبه بتاعته عن اي مشكله، بيحاول ان هو يلاقي حلول. فأنا بشوف يا كريم ده نجاح طبعا. يعني في الاول وفي الاخر مفيش حد بيخلو او مفيش اي حد حتى لو على فكره هنا سبيل الانسان الاعتباري الاشخاص العاديه مش فكره الكيانات او المؤسسات او غيره، مفيش حد بيخلو من المشاكل حياته، لكن فكره اداره المشاكل هي دي الاساس، هو ده المبدا اللي انت على اساسه بتكون كيان ناجح او لا. فاحنا اكيد اكيد محظوظين، ومش بتكلم عن الاداره الحاليه للنادي الاهلي، انا بتكلم على مدار التاريخ كله، ادارات النادي الاهلي ومجالس الادارات اللي جت وعدت على النادي الاهلي كلها قدرت ان هي تثبت قد ايه هذا الكيان كيان ناجح بغض النظر عن اي مشاكل بنتعرض ليها او انتقادات او 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 هجوم او غيره. الرد بيكون على الارض في الملعب، عمرنا ما بنرد، الرد بيكون بالقانون، عمرنا ما بنرد بنفس المستوى. فده شيء يحسب وبيترجم هو يا كريم بالانتصارات وبالميداليات وبالبطولات، فان شاء الله مزيد ونكمل على كده كمان.